عايزين نشيل ابعال مع حد من هنا. ده بالنسبه يا باشا اللي حصل يا باشا بالظبط. الحمد لله تم الضبط المتهم جمال صبري. بسبب احداث الفتنه اللي حصلت. مفيش فتنه ولا حاجه، مش واضحه. ابنه ضرب ولد طالب موته. الناس اتجمعت وهم الناس عنده اتجمعت والحمد لله تم ظبط. ماشي يا باشا.